normally when we do the tasting, we close our eyes. Mm. The baklava and caramel, it's a very nice combination, chef. Something delicious. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مع وصفة رمضانية. طبعا أنا الحين موجودة بشركة بانو براتس مع الشيف جويل. Hello. إن شاء الله هلا راح نسوي لكم وصفة تصلح حق رمضان بمنتجات بانو براتس. يلا شيف we'll start. Okay. So today's recipe it will be okay. Layers. Layers. Small bites with layers. So the first layer it will be satin toffee caramel. The recipe is already in our previous lives in our Instagram. You can watch these videos. راح نسوي لكم حلو نسوي طبقات إن شاء الله ونقطعه بحيث إنه يكون بايتس صغار. راح نبدي بالأساس بالكيك، كيك التوفي، وفي طبعًا عندهم عدة نكهات والوصفات كلها موجودة بالإنستغرام. خلاص اعتبر يعني حفظت الطريقة والوصفة شلون، فما راح نسويها، احنا اوريدي خبزناها وبردناها وقطعناها على حسب القالب. اي قالب عندكم انتم تقدرون تسوون فيه. So we're gonna use a special ring, rectangular size. Okay. So this will be our first step. So we have the first layer of satin cream cake toffee caramel. The next layer it will be our baklava filling. Baklava. لازم تجربون هالبقلاوة. So this is our baklava ripieno. It's a ready to use sauce. Okay. هذه إيه هي؟ It contains pieces of baklava inside. It's crushed. So it has crunchy pieces inside. سبحان الله والله قاعد أذوقها أحس بقلاوة بقلاوة كأنها سمنة على العجينة مالت البقلاوة الكرانشي، يعني فيها قطع بيسز صغار لما تذوقونها راح تعرفون شنو معنى اللي أنا أقصده. زين وهذا طبعا هذا هو الكونتينر ماله. Okay. And this is Christopher White. We're gonna be using a base for our next layer. Christopher White is a base for chocolate filling and you can use also for pastry in any other application. Okay, chef. The advantage with this, there is no moisture inside. Anything crunchy you add inside, it will stay crunchy and you have long shelf life. بوقف هني على هالمنتج، اوكي؟ راح اشرح لكم بالتفصيل شنو فائدته. اول شيء هذا ما في طعم وما في اي شيء بحيث انه يغير على اي نكهه موجوده بالحلو اللي بتسوونه. هذا مناسب شلون احنا لما نسوي مثلا انا بسوي قناش لنفرض وبخلط مع البقلاوه، لكن المده راح تكون قصيره بحيث انه ممكن يخترب، وبالتالي اي شيء كرانشي نفس اللي بالبقلاوه راح يذوب مع الوقت. فهمتوا شنو قصدي؟ ثاني شيء ان اي واحد عنده بزنس ما يحاتي لما يسوي الحشوه ويحط فيه هالمنتج ما يحاتي المده، يعني ممكن توصل لست شهور. لكن لما تقولوا لي احنا شنو نستفيد بالبيت؟ ممكن نسوي الحلو حتى لو قبل اسبوع اسبوعين انا عندي عزيمه وما عندي وقت، ممكن اسويه واخليه بالثلاجه وما راح يصير له ولا شيء. بالعكس لان المده مالت اللايف او مالت شنو نقول وات وي كول ات الصلاحيه زين راح تكون طويله ما راح تاذيني. فعادي انا بالبيت عندي عزيمه اسويه قبل اسبوع قبل اسبوعين حتى لو شهر اخليه مثل ما هو، يتم محافظ على الطعم والقرمشه وكل شيء. فهمتوا ليش؟ Maybe they will ask what's inside this product, chef. It's already containing 55% of white chocolate inside the recipe. Okay. طبعا هو 55% منه white chocolate. And we basically called it replacement for ganache. ايه. But the يعني بديل الجناش مثل ما نقول، بس هو افضل بحيث انه يحافظ على مثلا اكلتنا. وفي شغله ثالثه، القناش يحتاج وقت طويل على ما انا ابرده، وبنفس الوقت اذا ابي اي اقطعه ما اقدر، يكون شويه صعب، لكن هذا ممكن انه يعني يتماسك بسرعه، وبنفس الوقت لما اقطعه راح يحافظ على الشكل ويعطيني شكل حلو. الحين راح تفهمون كل شيء لما نكمل الوصفه. اوكي، ليتس ميكس ات ناو. يلا. اوكي، سو فيرست وي نيد تو ميك
our Christofil to soften it. We will use microwave. Microwave. Making it soft. Okay. ذوبناه شوية بالمايكروويف. So we need our Christofil to be soft only, but avoid melting it too much. آه أوكي. يعني ما نذوبه حيل بس بحيث إنه يصير كريمي بس إن القطع الكبيرة شوية تذوب. Okay. So شايفين؟ This is our melted Christofil. الحين هذا ذوبناه. وهني عندنا ذوبنا امبر شوكليت اللي يصير هو الشوكليت بالكراميل لما تاكلون راح تحسون بطعمه خصوصا احنا عندنا هم نفس الشيء الكيك يلا شيف اوكي ليتس ميكس اند اوكي ذس فيرست يا ويت كريستوفيل وايت اوكي يعني كني قاعده اسوي القناش نفس اللي شرحت لكم عنه مساع بلس بلس البقلاوه فيلينج بقلاوه Okay. Just mix it well. So our baklava filling is already mixed well. Okay. Then we're gonna pour a thin layer on top of our satin toffee cake. Okay, يلا. إذا حابين ممكن تسوون يعني بكواب صغيرة إذا تبون بس حلو راح نجرب الحين وراح نقص لكم إياهم قطع صغيرة وشوفوا الشكل. Okay. اوكي راح نحط طبقه خفيفه just thin layer is enough okay, just a little bit more here in the middle and okay. that's it yeah you can just corner pop the tray to flatten flat very yeah well, okay and if there is any bubbles yeah okay. to remove the bubbles also yeah. then we will keep it in the fridge until this layer is set then we will add the another layer to it بعد ما تماسكت الطبقة مثل ما قلت لكم لما تبرد بالثلاجة راح نحضر الطبقة الأخيرة شيف So for the final layer we're gonna be using amber cream okay. اسمه amber cream الأمبر من الشوكولات اللي مساع قلت لكم عنه فكله راح يصير كراميل بكراميل بكراميل Normally the amber cream we uses the usage of this is for covering any specific product okay. like donut like eclair And it will give you very soft texture. It will not crack like the chocolate. And yeah. it will give you very clean cut like for this. We're gonna cut it later. Okay. طبعا الشيف اختار لنا الامبر كريم يقول لان احنا هذه مناسبة حق التغطية. تقدرون تغطون فيها اي شيء حتى الدونات راح تعطيكم طراوة تحسون بطراوتها وبنفس الوقت لما تجون تقطعون اي شيء راح يعطيكم يعني كات كلين يعني القطع النظيف مثل ما يقولون اوكي it's available in different flavors we have okay. white dark pistachio and I call it kinder. Yeah. مثل ما قال لكم الشيف بكل النكهات الوايت والدارك شوكليت الابيض والدارك والبيستاشيو اللي هو الفستق وال كيندر كيندر يس سيحناه شويه بالميكرويف تقريبا خذ 20 ل 30 ثانيه انزين بس نبي على اساس نخلطه عدل and we will use yes we will add crunchy فيلونتين inside to add texture to our final layer يدري اني انا احب القرمشه فيقول بضيف لك هذه يسمونها رقائق الشنو الويفر هي حالية وكريسبي وسبحان الله لما تخلطونها مع أي شيء ما تذوب تتم محافظة على القرمشة أوكي شيف Let's add يامي And gently fold it أوكي Now after this we're gonna pour it on top of our This the third As a final layer Layer, third layer. Yeah On top, and we're gonna be using small spatula to spread it. كلها طبقات خفيفة بس لما تقصونها وتأكلونها راح تعطيكم طعم تتجانس كل على قولتهم الطعمات في فمك. Okay.
Then we will tap again the tray. يلا لازم. اوكي اوكي لازم نطق عشان يتساوى السطح تماما ونبردها بالثلاجة. اوكي اوكي. عشان نقطع قطع نظيف لازم يكون عندكم ماي حار وسكينة. yeah, you can cut. ونشف عقب الماي بالفوطة. شوف شلون طقة واحدة. ننزل السكينة مرة واحدة ما فيها روح وتعال. بين كل تقطيعة لازم we will clean the every cut. The knife should be clean. ايه. Every cut. ننظف وننشف على طول. طبعا التقطيع حسب الرغبه يعني بالنسبه حق الحجم. They can just continue cutting but now I'm excited to show them. اوكي. How it will look like. شوفوا. شوفوا الطبقات. Nice. After cutting into square sizes. شوفوا. So you can see the layer of satin. Yes. Coffee caramel here. Plus the baklava and the amber crunchy. Yeah. Chef, let's try. Give me the small one. The small one? Yeah, because okay. I want to feel what inside. Sure. But then I will eat big pieces. Normally when we do the tasting, we close our eyes. The baklava and caramel. It's a very nice combination, Chef. Something delicious. So, فعلا فعلا لذيذة. We've done well, chef. Yeah. You've done well, not me. We've done well. We, okay, yes. We. Okay. طبعا وصفتنا كانت جدا لذيذة. ممكن إذا أنتم حابين تزينون بشيء بأن أنا أعتبر يعني هالطبقات كافية هي اللي تزين نفسها بنفسها. إذا أنتم حابين ممكن شوية شوكليت مكسرات أي شيء أنتم حابينه. Thank you so yes. much, chef. You're welcome, chef. It's we really, are, really yummy. It's our pleasure to have you joining us here in our videos. Thank you. شكرا لكم. مع السلامة. You.